أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وصل إلى محافظة مأرب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد رب منصور هادي، يرافقه نائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري، وعدد من أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبالهم اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة، واللواء الركن محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة، وقيادتي المنطقة الثالثة والسادسة. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى منذ تحرير المحافظة من الميليشيا الإنقلابية، وتأتي في إطار تدشين المرحلة الحاسمة لتحرير العاصمة صنعاء من الميليشيا الإنقلابية، خاصة بعد أن توقفت مشاورات الكويت وفشل المبعوث الأممي ولد الشيخ في إقناع الميليشيا بمرجعيات الحل وتعنتها وعدم قبولهم بأي حلول واستمرارها في المماطلة وإضاعة الوقت. كما تأتي هذه الزيارة لتعزيز تواجد الدولة على الأرض في المحافظات المحررة، وإعلان بداية المرحلة الجديدة والنهائية في استعادة الدولة والشرعية وانطلاق معركة تحرير صنعاء، تزامنا مع اقتراب وحدات الجيش الوطني من مشارف صنعاء وعمران وصعدة.